صباح الخير لكل يلي انضموا لنا هلا لمتابعه حلقتنا لليوم من الايف. صار وقت نحكي نيتشر مع مارك. هاي مارك. هاي الي. تمام، بعرف اسئله الناس كثيره عن كثير مواضيع، بس رح نبدا اول شيء بالعربيشات. صح هيك؟ مزبوط. هلا اذا بدهم يتصلوا يسالونا اسئله بنجاوب عليهم كمان، بس نحن اليوم رح نحكي عن العربيشات الداخليه والعربيشات يلي بزهره، لانه عندنا هول السؤالين اجونا على فيسبوك. فيهم كمان يبعثوا لنا الاسئله على فيسبوك، على الفيسبوك بيج تبع ام تي في الايف، لانه لما نشوف الصور بنفهم اكيد اكثر كيف نقدر نجاوب. هلا لما نحن بنكون عم ننقي عربيشات قليل بننقيهم كرمال عده اسباب يعني، بس بقلب البيت لما بنكون عم ننقي عربيشه بدنا اياها بقلب البيت، هلا رح تشوف بعد شوي بالصور، بنكون عم ننقيها لانه بدنا اياها تضلها خضرا، ومن نكون عم نقيها لانه هي كمان كثير المينتنس تبعها بتكون يعني ما بدها كثير عنايه، واهم شيء لانه هلا في كثير ترند لكل شيء اسمه جرين وول جوات البيت، والجرين وولز بكلفوا مصاري كثير، ففي كثير بفضلوا يكون عندهم عربيشات داخليه. فرح بلش باول وحده اللي هي ما كثير بنشوفها انه بلبنان، بس هلا شويه كمان عم نقدر نحطها، خاصه بمطرح ما في كثير شمس او جوات البيت وهيك، اللي هي اسمها تترا ستيغما، عم نشوفها قدامنا، هيدي ورقتها. فرجيك بس صورة كيف بالطبيعة بتقدر هالشتلة كيف ما بدك تاكل الدنيا، مشان هيك بقلب البيت لما بنحطها مثل هون عم نشوف يعني كيف بتطلع وهيك يعني. هلا كيف بنستعملهم؟ اوقات بيكون عندنا هذا المنظر، يعني نحن عندنا مثلا بلكون او عندنا قاعدين بمطرح في تيراس، وما بدنا مثلا نحط قصص بيتون او هيك، وبدنا نسكر وما في ضوء كفايه، ليك هيدا حتى ببويات يعني بيقدروا اكيد يعيشوا، او هون بمكاتب. هلا كمان كيف مثلا بيخلقوا خضار بقلب المكتب، يعني بين سيباراسيون بين مطرح ومطرح. هلا العربيشه اللي هلا عم نشوفها دونك هيدي كثير كمان بلبنان كثير مستعمله، اسمها سيسوس، كثير قويه، بتقدر كمان تاخذ التلوث من قلب البيوت يعني اكيد، وكثير مستعمله فينا. حتى شغله كثير كمان اقول لك نركز عليها، انه هول العربيشات فيهم يعيشوا ببويت، يعني هيدي كمان اساسيه، لانه في كثير من النباتات ما بحبوا يعيشوا بالبويت، يعني هو بيخليهم يصيروا عمليين اكثر، خاصه اذا كانوا مزبوط. بقلب البيوت مزبوط. اسهل يعني العمليه بصير. صح، يعني بكفي انه نحن نجيبه مثل اللي شفناه هلا، بنرجع بنحط صور وبنشوفهم. هول البويت بنحط فيهم تراب، اهم شيء التراب يكون معمول منيح يعني اكيد خلطه منيحه، بعدين ليك كيف يعني بعربشه بقلب البيت بريحه، فينا مثل ما كنا عم نشوف قبل ينحطوا، فينا مثل ما هون يعربشوا كمان على تويتر، بس بتشوف بالمكاتب بالشغل حلوين كفواصل يعني حتى 100%. مارك سؤال، بيضلوا خضر كل السنه ولا لا؟ هلا هول اللي انا نقيتهم هن رح كل رح سميهم اليوم هن خضر كل السنه. آه شو حلو. بس ما لازم يكون عندنا اكسبكتيشن انه يزهروا، اوكي؟ يعني هول نباتات بس ما بتزهر هن بزهروا، بس زهراتهم ما بضاينوا انجا يومين، وزهراتهم كثير صغار ما بنشوفهم، يعني منه النباتات بيعطوا زهر. هلا تشوف حتى انه فينا اذا كبرناهم زرعناهم برا بيقدروا يكبروا كثير يعني ويعربشوا هيك، بس لانه نحن عم نحطهم ببويات ما بيكبروا هالقد اكيد، لانه النبته ما بتكبر غير قد ايه هي انه حسب البو تبعها. هلا شغله ثانيه كمان نقيتها اللي هي كثير من لبنان بنشوفها، النبته اللي اسمها سينغونيوم، اوكي؟ عم نشوفها هون قدامنا. الحلو فيها انه في عده الوان منها، يعني بتجي على احمر على اخضر على بناشي، حتى بتجي كمان هون بنشوف كيف يعني اخضر وابيض سوا على زيت الوحده وهيك. هيدي فيها تعربش على شجره مثل هون عم تشوف، وفينا اذا عندنا نحن مثلا تراس او عندنا مدخل بنايه وعندنا من تحت يعني مثلا ما في كثير ضوء وفي سقف فوقها، حتى فيها نحطها جراوند كفر بمطرح معتم، يعني بالمولز مثلا هول النباتات بينحطوا جوا تيعبوا الفراغات اكيد اللي بتكون موجوده، زياده على انه بحلوا وزياده انه بيعطوا منظر اخضر مثل كنا عم نقول، بشيلوا كثير التلوث من الجو، يعني كثير يعني عندهم كثير منافع. هلا اهم شيء ننتبه انه لانه جوا ما بحبوا ينسقوا كثير، يعني هول النباتات لازم ينسقوا كل شيء جمعتين مره، مش انه نسقيهم كل يوم، اسهل طريقه نقتلهم هو انه نسقيهم كل يوم. طيب اذا حطينا على البلكون كمان كمية السقي بتزيد؟ لا، إذا على البلكون في شمس عليها أكيد مثلا بتصير تسقي مرة بالجمعة، بس إذا محطوطة جوا لأنه ما في شمس ما في تبخر، في كثير أشخاص بيكونوا دائما مدورين أي سي، فهيدا بخلي إنه المي ما تروح من الأرض، فمشان هيك ما فينا نضل نحط مي، يعني لازم نعرف إنه هيدا لازم عن جد أرضها تنشف قبل ما نرجع نسقيها. رح كمل انا بالصور تفرجيك كمان نبته كثير حلوه كمان اسمها السكندابسوس، هيدي كثير بنشوفها نحن بلبنان، وين ما كان بنشوفها، في حتى اوقات بتعربش على تويتر،
ليك كيف بتكون عادة؟ في منا بناشيه كمان مثل هون أو مثل هون، هيدي كثير مشهورة يعني كمان. في لما بنروح نشتريها من محلات الزراعية بتكون هيك، يعني في منه الورق صغير على رمادة، في منه لا. هلا ليك كيف بتستعمل؟ هون بتشوف كيف ألوانها وأشكالها. فينا بقلب البيت نعربشها، نحط مثل ما كنا عم نقول قبل نحن هيك بويات حلوة نعربشها سيباراسيون بالمكتب ومكتب. وفينا نروح على الاكستريم اوقات يلي هو مثل جرين وول معمول بس من هيدي النبته، يعني وبتشوف قد ايه جوا مسكره وكل شيء وهي موجوده ومسكره كل الدنيا. يعني هون عم شوف كيف بتكون، كيف فيها الدندل وفيها تعربش وفيها تكون على الارض. وكمان من النباتات يلي كثير العنايه فيها جدا هينه، يعني مره بالصيفيه كل جمعه وبتروح ابتو ثلاث جماع اوقات بالشتاء ما في ولا مشكل. يعني فيها دائما مثل ما كنا عم نقول عنايه قليله، اهم شيء نعرف كيف ونحط كمايه ويكون في دائما ازوت عالي تيضلوا ورقهم حلوين. طيب ونمسح الورق. سؤال، بتجيب حشرات شيء ولا لا؟ هلا ما في ولا نبته اجمالا ما بيتخبوا فيها الحشرات او هيك، بس هول النباتات كمان هن من النباتات لانه ما فيهم زهور ما بيجي عليهم كثير حشرات. وهول السلكشن تبع هول النباتات صاروا ليه؟ لانه نازا عملت دراسات على اكثر نبات فيهم يعيشوا جوا، لان كانوا بدهم يبعثوهم على الفضاء يعني تشوفوا فيهم يعيشوا جوا من دون هواء، بنفس الوقت ما بيجوا كثير عليهم امراض وبيشيلوا التلوث، وهول هن السلكشن اللي هن طلعت معهم اكيد. هلا حياه وما حياه كمان واللي زاروا هم لازم نخاف منهم، لانه بالبيوت ما في، يعني كل الفكره انه بقلب البيت يعني اوقات في يزمد كم حشره، بس نحن اللي فرجيناهم لقلب البيت يعني ما في هالمشاكل. هلا بدي فرجي بعد اخر وحده بالعربيشات فيها تكون جوا يلي عم نشوفها قدامنا اسمها بيليا. هيدا لما ندق فيها هيدا اللي عم نشوف الرماده بالاول هيك على الاخضر، هيدا بكون شوي نافر لبرا يعني الرماده حلوه مهضومه بتكون هيك الورقه. وليك قد ايه هالنبته المبينه صغيره كيف فيها كمان تعربي شوي المكان، يعني حتى ببيوت بلبنان على الساحل برا بجنينه اذا في شجر عالي وشجر بشيل الضوء البيليا فيها تكون جراوند كفر على الارض من دون ولا عنايه يعني وبتمشي كثير بسرعه. سو هول قليل النباتات اللي نقيتهم عربيشات بيعيشوا جوا، كان عندنا هذا السؤال، فرجينا خمسه منهم. هلا بدي اروح على سؤال ثاني، اذا نحن بدنا ننقي عربيشات لبرا بس لازم يكونوا يزهروا، يعني مش انه عربيشات ما بزهروا، ما بعرف اذا رح نلحق نفرجيهم كلهم، رح نفرجي كم وحده، رح بلش بالشافرفاي يلي هي عربيشه هيدا عم نشوف زهرتها فيها تكون صفرة وبيضاء. هون عم تشوف كيف بتكون حلوه كثير مزبوط دونك هون عم تشوفها كيف هي قدامنا. الافونتاج تبع هيدي العربيشه اللي انه عندها ريحه حلوه ايفر جرين بتعيش من الساحل للجبل. هلا ديز افونتاج انه في بعض الاشخاص ما بحبوها، يعني في منهم بلاقوا انه ما انها كثير حلوه، في منها حمراء وفي منها اكيد بالعكس حلوه كثير. هي كثير حلوه بس عم نقول كيف بتكون يعني 100%. هلا كيف تنزرع بالبيت؟ تنزرع على مثلا حفه مثل هون عم تشوفها اكيد برا بجنينه يعني او هيك بورديور. بس سؤال، تنزرع بالبو ولا بس بالارض؟ هلا هول العربيشات ليكونوا مبسوطين لازم بالارض ليكبروا ويعطوا هذا الافه. هلا اذا زرعتهم ببو بيقدروا يوصلوا بس مش الافه اللي بتقدر توصلوا اذا انت كنت زرعهم بالارض، يعني بالارض بيكبروا كثير اسرع. والافونتاج كنت عم بقول لك للشافرفاي ايفر جرين خضرا كل السنه، زهور كمان بتعطي شي 6 اشهر بالسنه وريحه حلوه وبتعيش من الساحل للجبل. دونك هيدي اول عربيشه. هلا العربيشه الثانيه رائعه الجمال بتعقد، ليك شو حلوه، ونشوف كيف يعني بتقدر تعربش على البرغولا، بتقدر تنحط على مثلا هيك على البيوت برا، في هيك تعمل يعني اسباس كثير حلو بتقدر تملي. هاو في منهم بلبنان؟ كلهم عم فرجي، ولا نبته عم فرجيها غير موجوده بلبنان. هيدي بنسميها ويستيريا او جليسين. الديزافونتاج الكبير تبعها انه هيدا الافه الرهيب اللي كثير حلو ما بتعطينا اياه غير شهر لشهر ونص، وبيكون بلبنان بين نيسان وايار تقريبا اوقات لحد حزيران. الديزافونتاج الثاني الكبير انه هيدي الشافرفه اللي عم نحكي عنها هيدي النبته منا ايفر جرين، يعني هيدي النبته هي ما بتكون كل السنه مزهره، حتى مش بس ما بتزهر، باوقات معينه بتفقد حتى الخضار، يعني بتقعد بالشتاء من دون ولا ورقه خضراء، مشان هيك اوقات بعض الاشخاص ما بحبوا لانه بدهم شيء يكون كل السنه اخضر. فاللي بحب انه بده عربيشه ساحل او جبل كل السنه خضراء وبتزهر كثير، عم نطلع على بنسميها ياسمين ايطاليا مع انه هي منا ياسمينه يلي اسمها رينكو سبيرموم او تراكيرو سبيرموم، هيك بدنا نقول لهم اسمها بالمشات اللي يعرفوها، او فينا نقول ياسمين ايطاليا. لما بنشتريها لهيدا النبته اللي بتكون هيك
صغيرة يعني مثل هون عم شوفها على اليمين، ولما بنزرعها بتكون هيك. يعني هيدي الصورة نقيت فجأة انه لما بنزرع دائما ما لازم يكون عندنا اكسبكتيشنز انه تكون اكبر من هيك. يعني عم تشوف هول على الطرف كيف عندنا مثلا اربع ياسمينات محطوطين على الطرف هيك، فينا نزرعهم ببويت مثل ما عم بتشوف، بس اكيد ما رح تكبر اكثر من هالقد كثير لما تكون بالبول لانه شيء طبيعي. بينما بالارض ليك الصور كيف شو حلوة اللي بتكون ياسمين البيضاء لانه فيها تكون بوردير بيرفكت. فرجيك هلا كم صورة من لبنان مزروعين، يعني مثل مثلا هون طلع على كيف تكون بالمدخل، وهيدي من لبنان كيف بعدين بتصير. يعني بتزهر شي اربعة اشهر ايفر جرين كل السنة، ريحتها منا مثل الياسمين اللي نعرفها، اخف شوي بس نبتة جدا هافي ديوتي، ما بتمرض ساحل للجبل وكثير قوية. يعني ياسمين الايطالية بس ما في منها غير ابيض، انت نعرف هالشغلة. على عكس الياسمين الوطنية اللي بنعرفها نحن، الياسمين اللي بحبوها كل الاشخاص، يلي مشكلتها للياسمين هيدا اللي عم نحكي عنها انه منا ايفر جرين، كمان بتهر كثير بس اكيد ريحتها رائعة وبتعقل. ريحتها اقوى من 100% من الاجنبية. 100%. هلا رح ننهي بنبتة يلي كثير بحبوها كمان بلبنان، البوغانفيليا، يلي كمان هي رائعة الجمال بتعقد، بسموها مجنونة بالعربي مزبوط، بكون عم شوفها قدامنا، يلي في كل الألوان. بسموها مجنونة لأنه هلا بتشوف بتجن، يعني بتزرعها بعدين قد ما بدك بتسرع وسريعة جدا وبتكبر كل بتروح من شمال ويمين وطلوع ونزول، يعني فهذه الفكرة. هلا المجنونة نحن ما بنعرفه، رح فرجيك بصور أنه فيها نزرعها بوردير مش بس عربيشة. هلا بنطلع على الصورة وبنشوف كون عم شوفها كيف بوردير لورا، وبالبلدان العربية خاصة لأنه بتحب هي الساحل، يعني بتقدر تكون بوردير بيرفكت وتفصل بين طرقات، أو مثلا هول الصور صور من لبنان لك شو حلوين، يعني بتقدر تصير هيك أو تخلط ألوان مثل ما عم نشوف مثلا هون باساج كله بوغانفيليا من كل ميلات بينخلطوا. الديزافونتاج الكبير تبعها غير أنه أكيد حلوة فيك تخلط ألوان أنه منا ايفر جرين، يعني كمان بتهر بفترة كتير كبيرة وما فيها تعيش بلبنان أكثر من 700 متر. يعني هيدا منا عربيشة للجبل، مع أنه يعني إذا تشوف الصور قديه حلوين، يعني في منا بونزاي، في منا فيها نزرعهم على سقف البيوت، وفينا حتى نعربشها مثل ما بتشوف، بس منا أكيد أفرجرين يعني، بس في كل الألوان البوسيبل منا. وبس انهي بصورة أنه في هلا أنواع جديدة بسموها تورش جلو، يعني عم شوفها كيف هيك طالعة مثل بوش صغيرة. هيدا اخر واحد اللي عم شوفها كنا البوغانفيليا يلي عن جد رائعه بس منا ايفر جرين. ممتاز مارك، ميرسي على كل هالمعلومات والصور الحلوه اللي بتعطينا، كمان افكار كثير ان كان للبلكون او ان كان للجنينه اذا عنا. بنشوفك السبت ان الله رد. اهلا وسهلا فيك، رح نتابع اكيد مباشره بعد البريك، خليكم معنا.